بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنكمل شابتر 5 اللي هو الكومبايند فوتينج، بارت 4 استكمال لخطوات تصميم الكومبايند فوتينج أو الكومبايند فاونديشن. إحنا في الجزء السابق جبنا الدايمنشنز بتاعة الكومبايند فوتينج وعرفنا إزاي نجيب الـ LRC والـ BRC ومن الأحمال ومن محصلة الأحمال وحطناها في النص. الخطوة الثالثة في التصميم هنجيب حاجة اسمها السيجما نت اللي هي البي توتال على LRC في مين؟ في البي ار سي. وبعدين هجيب مين السيجما نت ديت؟ ده طلعالي working عشان هنا البي توتال working. لو انت جبت الاف يو ان نت دي عبارة عن ايه؟ 1.5 في البي توتال على LRC في مين؟ البي ار سي. ولا خلي بالك ان ده الاستريس ستان برميتر مين سكوير. لو انا عايز اجيبه طن برميتر لان هجيب الكيو يو ان اللي هي الاف يو نت في مين؟ في البي ار سي. يبقى انا جبتها طن برميتر لان. ليه دي؟ عشان نبتدي نعمل اهم خطوه من خطوات الكومبايند فوتينج اللي هي الستريننج اكشن. ستريننج اكشن انا عايز ارسم الشير فورس دايجرام والبندنج مومنت دايجرام للكومبايند فوتينج. دي كومبايند فوتينج عادي جدا، اعتبرها كما لو كانت انفيرتد، مش inverted بقى، ما نقدرش نقول inverted beam. inverted beam المومنت بيبقى جاي نفس المومنت بتاع الكاميرا العادية، ولكن ان انا عندي الستريسز جاي من تحت ورد الفعل جاي من فوق، يعني عكس الكاميرا خالص. واحط هنا ال QUN، طبعا انا عندي الدايمنشن دي كلها. ابتدي ارسم الشير بتاعي. لو انا عايز اجيب الشير عند النقطة دي اللي هي Q1، سهل جدا، هيبقى ال QUN ديت مضروبة في مين؟ في المسافة دي. المسافة دي قد ايه؟ لو دي F هطرح منها نص العمودي بقدر اجيب ال Q1، وبعد كده اقدر اجيب ال QN2 بنفس الطريقة، ان انا اجيب ال QUN في F زائد نص العمود ناقص مين؟ ال P-intenor، بس ده ultimate، خلي بالك ان احنا شغالين ultimate، وطلع Q مين 2. من الناحية التانية نفس الكلام، اقدر اجيب ال Q3 بالشكل دوت. طبعا انت ما يهمكش الجزء اللي هو رايح للعمود دوت، على اساس ان الجزء اللي رايح للعمود دوت مش هنصمم، احنا هنصمم الاجزاء اللي هي راحة للكومبايند فوتينج نفسها. طبعا بيبقى فيها هنا نقطة عندها الزيرو شير، النقطة دي مهمة جدا لازم نعرفها. ليه؟ عشان هتبقى عندها الماكسيمم مومنت. طيب انا كده رسمت الشير، مفروض ان انا عايز ارسم البندنج مومنت دياجرام. انت رسمت الشير خلاص اهوت، عايز ارسم البندنج مومنت دياجرام عادي جدا خالص، تبتدي ترسم المومنت بتاعك. لو عايز تجيب الام هنا واحد اللي هي المومنت عند النقطه ديت، سهل جدا، كيو يو ان في المسافه ديت. المسافه دي قد ايه؟ لو دي اف اطرح منها نص العمود، يبقى الكيو ان في مين؟ في المسافه دي سكوير على 2، يبقى جبت المومنت اللي هنا. ولو عايز اجيب المومنت الثاني اللي هو هنا ممكن اجيبه هنا، بس تراعي حاجه، انت جبت كيو يو ان في المسافه دي سكوير على 2 ناقص البي انتيريور ألتيميت في المسافة ديت، يبقى جبت المومنت دوت. في ناس كانت ترسم المومنت هنا وتروح موصل الحتة دي كده، ما تهمنيش، أنا يهمني القيم اللي موجودة عند وش العمود بالشكل ده. نفس الكلام من الناحية التانية، يهمني قيمة العمود، أنا مش عايز عند النص، أنا عايز عند مين؟ عند الإيه؟ عند الوش العمود. لو عايز أجيب المومنت هنا سهل جدا، هتبقى مين؟ ال QUN في المسافة دي اللي هي ال H سكوير، لا مش H، H دي من أول مين؟ السنتر، H زائد مين؟ زائد نص العمود سكوير على 2 ناقص ال P exterior ultimate في المسافة ديت، فجبت ال M alt. وبعد كده هعلق البارابولا بتاعتي. طيب أنا يهمني ال M maximum، ال M maximum ده موجود فين؟ لازم تخلي بالك إن هو عند الزيرو شير بتاعك، يبقى لازم أجيب الزيرو شير. أجيب الزيرو شير إزاي؟ هو على بعد زد، فنقول زد بتساوي ال P exterior ديت ultimate على ال QUN، يبقى جبت الزد. خلاص عايز أجيب بقى المومنت عند النقطة ديت، أجيبها إزاي؟ يبقى ال M maximum بتساوي QUN اللي هو الستريسز بتاعك في المسافة دي سكوير على 2 ناقص ال P exterior ultimate في مين؟ في الزد ناقص مين؟ ناقص H. يبقى أنا في الحالة دي جبت ال M maximum. يبقى أنا كده رسمت المومنت بتاعي في الاتجاه الطويل، ورسمت الشير بتاعي في الاتجاه الطويل، وفي الأجزاء القادمة هنبتدي نصمم على هذه الستريننج أكشن. شكراً.